عزيزي المشاهد، أتقدم إليك تحية معطرة برائحة المسيح الزكية. نعيش في عالم مليء بالأوبئة، مليء بالصعوبات، مليء بالضيقات والسيئات. يصعب علينا ما نشاهده وما نسمعه بأذاننا، لكن أدعوك بنعمة الرب يسوع المسيح أن تأتي وتنضم إلينا لكي نسمع كلمة الله ونتعزى بالإيمان المشترك. الكتاب المقدس علمنا في سفر الرؤيا، يقول: من هو بار فليتبرر بعد، من هو قدوس فليتقدس بعد، لكن أصعبهم من هو نجس فليتنجس بعد. إنها ليست دعوة للنجاسة، لكنها دعوة للهروب من النجاسة إلى الله. الله له كل المجد، قال في كتاب المبارك: الله لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين، فكيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. هذه هي النعمة، هذا هو نهر النعمة الذي ما زال يجري ويطلب ويخلص ما قد هلك. رب له كل المجد في كتاب المبارك، الكتاب المقدس، قال هذه الكلمات: وتعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، إنه من أجلكم افتقر وهو الغني لكي نستغني نحن بفقره. ألا تتفق معي إن غنى المسيح الذي لا يستقصى تصبح أنت شريك بهذا الغنى؟ يا سلام، ما أروع هذه الدعوة وما أروع نعمة الله في حياتنا. تعرفون هذه النعمة، إنه افتقر من أجلنا لكي نستغني نحن بفقره. أدعوك عزيزي المشاهد أن تقترب إلى الله. صاحب المزمور قال هذه الكلمات: أما الاقتراب إلى الله فحسن عندي. تعال إلى الله، تعال إلى المسيح، تعال إلى الحضن الذي ما زال فاتح إيديه ويقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أدعوك عزيزي المشاهد أن تقترب إلى الله. يسعدنا أن نكون معا لكي نتعزى بالإيمان المشترك. إذا شاءت مشيئة الله وسمح لك الوقت أن تشترك معنا في اجتماع العبور الجديد في بنكستاون، حيكون على العنوان الجديد الموجود معك على الشاشة. تحية باسم الرب يسوع المسيح أتركها معك، ورب يبارك حياتك. آمين.